شاف 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 يا ولد، لا صنايع 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 صنايع، شوف والله انه ينصب على اللي هذه كرامتهم، انه ينصب عليهم، صب صب خلاص خلاص خلاص. سيوفنا الجبه والهجر والبيض كله، وبيعنا خابله يكرم ضيوفه غاب غاب عني ما نسيته حافظا بالقلب. انا جايب له فلوس حقيقيه قسما بالله، 9,000,000 باهت يعني 90,000 دينار كويتي يعني 300,000 دولار وزنها وشوي زيادة. ما قلت ليش صحة يا مخرج؟ صح. طيب شكرا. شيخ فيصل. أيوة. كيف حالك؟ حياك الله، أهلا بصوالح. إيش رأيك تتفضل تأخذ هذه التذكرة؟ ما شاء الله تبارك الله. هدية منك. مال عمرك تذكرة لحضور حفل نجاحي وتخرجي من ثاني ثانوي. يا سلام. إلى ثالث ثانوي طبعا. وإلى فين؟ في باريس. وهاني ودي أصدقك بس قوية قوية. صوالح. هلا. ما تبطل من الهياط؟ يا عمي هذا مو هياط، هذا بس طبيعي. ما تبطل من الفشخرة اللي ما لها داعي؟ ما وأما بنعمة ربك فحدث. قرآن هذا. والله تعبنا من الشباب اللي زيك وجالسين يبغوا يهايطوا، وطبعا انت شكلك معطيني ورقة بيضة فاضية. لا 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 تبغى تضحك علي. لا 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 لا، كلام هذا حقيقي، وانا مسوي حفل وعازم 300 واحد بتذاكرهم واقامتهم. ايش يقولون اخوان المصريين؟ بقابلني. ليش كذا عندنا الشعور دائما انه نحب نهايط؟ ليش دائما كذا نحب الشو؟ ليش دائما نبغى نلفت الانظار؟ مشكلة ترى عندنا صويلح بنشوفها أحيانا للأسف. يعني أنت جايب لي ورقة بيضة ومسوي لي فيها التذكرة، لكن طب لا تفضحنا على الأقل قدام الناس. أعمل نفسك مي، أعمل نفسك مي. مع أنه تعرف أنه الهياط في أصلها كلمة موجودة في قاموس اللغة العربية، لكن يعني يمكن لها صلة من بعيد، هي الصياح والجلبة. هو هذا الصياح معنوي بنسويه إحنا، بنهايط على الناس. بنحاول شيء صراحة والله باللي بتقوله. يعني بقول لك انه احنا بنسوي، انا بقول لك انا بعزبك تقول لي ما ابغى، مشكلتك عادي. انا قول لي ما ابغى اروح. لا ما هو مش ما ابغى اروح، انا عندي مشكلة مع تصرفاتكم، عندي مشكلة كبيرة مع تفكيركم، لانه حيسوي لنا مصيبة. عشان ما عندك فلوس مثلا قمت تقول كذا؟ لا لانه لا 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 لا، قول لا. قول انا ما عندي فلوس، ما اقدر اسوي زيكم. يا عم روح الله يهديك، انت ما تنفعش خالص. انا اعيش انه اللي جالسين بهايطوا علينا يعني اما عندهم مرض نفسي، فعندهم عقدة دائما. شوف اللي عنده شعور بالضعف يبغى يبرز قوة غير حقيقية للناس، اللي عنده شعور والله بالنقص يبغى يعوض هذا بانه يقول للناس تعال شوفوني انا، حس انه الناس مش شايفينه، يبغى يلفت الناس. بدل ما يلفت الناس، في ناس بتلفت الناس باعمالها، في ناس بتلفت الناس بأفكارها، في ناس بتلفت الناس بإنتاجها ببصمتها في الحياة. وفي ناس زي صوالح، تعالوا حروح بوديكم باريس، هو يمكن أقرب حارة ما يودينا ولا يعزمنا فيها. وتقولي بسوي حفلة ثاني ثانوي. خلينا من الهياط، والله ترى تعبنا، والله المقاطع اللي بيشوفها الواحد بتوجع قلبه، اللي بيجلس لك بيعزم الناس وبيغسلهم بدهن عود، اللي بيعزم الناس، واحد عازم الناس ومسوي على كل سفرة ذبيحة ومجلس عليها شخص واحد. كفو. صور يا ابو مشعل على خروف الحالة. يلا يلا اصوره الان. الواحد بس فينا لو كده بس التفت يمين يسار، لو شاف اللي يصير في مضايا، الاف ماتت عشان مش محصلة لقمة. تعرف يوم من الايام صوالح كانت الصومال هي ترسل مساعدات لبعض الدول الخليجية. أوف هذه قوية.
كانت هي بترسل مساعدات. هذول اللي عندهم مجاعة الحين. الآن اللي لو شفت صورة الواحد منهم ممكن قلبك يوجعك. طبعا أنا ما أقول إنه هذا بسبب الله كفران النعمة أو كذا، لكن نعلم إنه الله سبحانه وتعالى يبدل الأحوال. يوم من الأيام في الأندلس المعتمد بن عباد حاكم إشبيلية كانت عنده بنات وكانوا عايشين برخاء. حلوين البنات؟ كانوا يبغوا يهايطوا زيك، وإذا بهم يطلبوا أنهم يمشوا فوق الطين، خلط لهم الطين بالكافور وبالمسك. دارت الأيام وإذا بهم في سجن يسمى أغمات سجنوا فيه، وإذا بوالدهم يقول فيما مضى كنت بالعيد مسرورة، فساءك العيد في أغمات مأسورة، بعد ما كنت فين صرت فين. الله سبحانه وتعالى نبهنا، والقرآن جاء ذكر لي ولك، ضرب الله مثلا. هذه الأمثلة ليش؟ عشان أنا وإنت نخاف. أنا كل ما أتذكر اللقطات اللي بتجي في الواتساب، اللقطات اللي بتنتشر بين الناس، والمشكلة فينا مع أنه هو سلوك فردي عند أفراد، لكن اللي بيحول أمر إلى أمر جماعي إنه اللقطات هذه مشاهدة بالملايين. وللأسف اللي فينا بعضه مبسوط، واللي بينشرها، طب هذا اللي بينشرها من غير أي تعليق عليها معناه أنه مؤيد للفكرة، أو كذلك أنه إيش بيسوي كمان؟ لا، وبيتمنى الله. مثلا لو كان صويلح اللي نزل اللقطة وصار فيها 3-4 مليون، يتمنى أنه هو كان مكان صويلح، بدل ما يستغفر الله، بدل ما يقول تبنا إلى الله، بدل ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الله، الله فاز بها صويلح، يا ليتني أنا كنت مكان صويلح. فتمني الشيء يجعل الإنسان كأنه شريك في العمل، لأنه إنما أعماله بالنيات. هذه جزء من المشكلة. عشان كذا ربنا يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأنا خايف وبقول يا رب شبابنا يعقلوا، وتخف كثير من التصرفات، لأنه من جد نحتاج أنه نتعقل عشان ما نكون كافرين للنعمة. ولا إن شكرتم لا أزيدنكم، إحنا في نعمة كبيرة، والناس بتحسدنا على النعمة اللي فيها، وبالشكر للنعمة حتزيد النعمة أكثر وأكثر. إذا بطلنا يا إيش يا صويلح؟ بطلنا روحة باريس. طب هات التذكرة يلا جيب، رجع أنت مو وجه وجه فلوس، هات. الله يحفظنا إياك من كل هياط. رجع الفلوس، هات هات. حتبطل هياط يا صويلح؟ والله حبطل، بس رجع فلوسي. خلاص. الورقة البيضة اللي أعطيتني إياها. شكرا لك يا شيخ العزيز، وكل عام وأنتم بخير، لا حد يروح باريس إلا أنا لوحدي. السالفة باختصار، أحبتي سامحوني بس والله زودناها، صار اهتمامنا كل شو، صار اهتمامنا كل استعراض، صار شغلنا شاغل كيف الناس كلها تتكلم عننا. متى ننشغل من الاهتمام ورقبة الناس إلى الاهتمام هل ربي راضي عني ولا لا؟ إيش أخبار؟ بدال ما اهتم بشهرتي في الأرض، شهرتي في السماء إيش أخبارها؟ اللي يخوفني كثير من الهياط، تعرفوا إيش أحبتي؟ كفران النعمة. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وأن يحفظها علينا، ونبطل الهياط اللي ما له داعي، وننشغل بما يرضي ربنا عنا. اللهم آمين يا رب العالمين.